انا بخاف لو جبتكم في حته معايا تاني. العيال دي احسن تستاهل عشان تبقى تضرب علينا وانت فوق. يلا بينا يا جدعان. لا ما تسيبونيش يا جماعه، حد نزل البتاع دي يا دوم، الحقونا هيتحشرت يا اسطى. انت يا كلب البحر. نعم يا ام. اخلص يا زيف، تروح كلم السباك خليه يجي صلح الحنفيه اللي في الحمام اللي بايظه دي. ايه اتصل بسباك وابنك موجود في البيت؟ لو صلحي اي حاجه حبيبتي انت عايزها، بس هاخد ال 50 جنيه بتاع السباك برضه. تعالنا على الشعب الله. أرسل الله ماما، قلت لي رقم السباك كام؟